يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إلى شانك والأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صاحب التاج والمراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والكاد والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والأجم جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والأرم شمس الدعاء بدر الدجى صدر الولى نور الهدى طاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راد العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي العرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلا الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الثقلين الصلاة والسلام
والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا مدينة العلم والي بابها، أنا دار الحكمة والي بابها، من كنت مولى فهذا علي مولاه، من والي ولا هو آدي أدا. نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى وجه علي، يا علي سيد في الدنيا وسيد في الآخرة، حبيبك حبيبي حبيبي حبيب الله، عدوك عدوي عدوي عدو الله، والويل أبغضك من بعدي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علي مني وأنا من علي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لحمك لحمي جسمك جسمي دمك دمي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علي أخي في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علي من منزلة هاروم بن موسى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، من والي ولاه. نادي علي مدر الغائب تجدون لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بعزبتك يا الله جل جلاله، بنبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بولايتك يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي عليه السلام. أدركني في سبيل الله، لي خمسة نطفي بآخر الوباء الخاتمة، المصطفى والمرتضى وأبناهما والفاطمة. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، يا محمد آل محمد، علي فاطمة حسن حسين، علي زين العابدين، محمد باقر جعفر صادق موسى قاسم، علي رضا محمد تقي، علي نقي حسن أسدي، إمام مهدي وبارك وسلم. اللهم إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه، يا إلهي بحق بني فاطمة كبر قولي ما كني خاتمة، اگر دعوت امرت كني ورقبول، منو دست داماني آل رسول لتقدالي اللهم شفه بي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.